مو عملية كلش ومو مريحة نهائيا. يتأكد إذا غير صحر. إيه غريب الغير. مساكم الله بالخير وحلقه جديده ويلكم تو كارتمايز. خالد العبيدي يا هلا يا هلا يا هلا. وعلي القطان راح نفقده. سيو ليتر علي حبيبي. علي القطان ظاهر انه ما يبي يكمل معانا، بس يعني للاسف في بديل ناجح هني. في بديل مستفز. نعم نعم. هذا نفس هواش الممثلين لما يقطون على بعض ويعفسون. زين اليوم شوف الحركة هذه. سلام عليك. شو سوى؟ لا 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 انت لا تخرب الحلقة وايد. اليوم عندنا سيارتين هم آخر ما تبقى من السيارات الصجية، يعني سيارات اللي ما فيها تكنولوجي وايد، دبل أرضي، مكاين بسيطة، غير عادي، ديفرنشال امامي خلفي، يعني هذول على قولت اخواننا السعوديين مقصات او شيالات بالكويت، يكون ديفرنشال كامل. هذه نفس الشيء يعني، وكلها حديد بحديد. هذه مو دعمت وكاله بس هم تكون حديد. فهذه السيارات مو عمليه كلش ومو مريحه نهائيا، لكن تؤدي اداء قوي بالبر وفيها قوه تحمل، يستخدمونهم استخدام ثقيل. لكن في محبين حق الجيب رانجلر وفي محبين حق اللاند روفر ديفندر. طبعا اللاند روفر ديفندر محبينه غير عن محبين الرانجلر، والتعديلات اللي عدلونها عليه مختلفه عن تعديلات الرانجلر. فهذا موضوعنا اليوم، شنو الشيء اللي يخليك تاخذ هذا، او شنو الشيء اللي يخليك تاخذ هذا. والعبيدي مو باله ولا واحده صح؟ انا والله وايد يعني وايد من عشاق الديفندر، وايد احب الديفندر، وايد احبه. واضح انك بس شوف كلمه حق تنقال. هالسيارتين اخر سيارتين اللي يحبون الاوف رود الصجي، هذا اخر سيارتين نزلوا اللي ممكن تستخدم فيها. في سياره موجوده لحد الحين التويوتا، عالم من النوادر صارت الحين، ما قاعدين ينزلون من وكاله الحين. ال سي 70 هذاك موجود لحد الحين، ولحد الحين في اشياء بيسك وكذي، فهذاك الخيار الوحيد. بس هذول يعني خلاص، يعني هذول لما تدش بر فور هاي فور لو، عندك ما عندك ساند مود سنو سليبري، ما عندك فور هاي فور لو، انت وريلك. والحين دش براحه يحط ساند. هذا في واحد مسويها فيك صح؟ واحد. زين نطلع باي واحد اول؟ خلنا نطلع بالديفندر، خلنا نخلص منه. خلنا نطلع بالديفندر. أنا لا ودي أجرب الديفندر هذا بصراحة من زمان، لا مو من زمان، أنا ما جربته أصلاً. فراح نطلع بالديفندر أول، بما أن هذه سيارتنا صارت سيارة عمران، فراح أودعها. عمور هذا كشنات وكالة غريبة. أول مرة أشوف ديفندر كشنات وكالة. أنت تبي الشيء اللي مو منطقي كلش؟ شنو؟ ان هذا كشنات وكاله وهذا كشنات مو وكاله. ايه المفروض نبدل، المفروض هذيل ينحطون هني. يعني هذا عاده اللي ما تشوفه عليه كشنات بالضبط، وهذا اللي تشوف عليه كشنات. بس هذا ترى كشنات احترقت عشان كذي يعني انجبرت. لحظه شلون؟ ها اوكي بعدين. هذه شلون احترقت؟ يبقى حاطها بمحل والمحل احترق، كان بينجد الكشنات احترق المحل بالكشنات. وما اعطي عمران سياره ملعونه انت. حلو. اشتغل بروحه ادعم الطوفه. حلو. اذا لقينا الفيديو بنحطه هني. اشتغل بروحه ادعم الطوفه. انشهرت. داخليتها احترقت بالكامل عند محل. حلو. قعدت ادور قطعه. المهم خلينا نجرب اللاند روفر. يلا. شوف اول شغله غريبه. المفتاح طبعا على اليسار. وتشغله مو هذاك الصوب، العكس هالصوب. لورا. وهم الشغله الثانيه الغريبه، اذا بتفتح البونت او الكبوت او ايا كان باللهجه، ايه على اليمين مو على اليسار. شنو على اليمين؟ السيارات البريطانيه يعني حتى الاستون مارتن، ايه صوبك تبطل الكبوت مو صوب السايق. تحس ما لهم خلق، كان هم مسوينها اساسا هناك ما لهم خلق غير حولوا كل شيء يسار. يعني احس يعني تمشيها عادي خلاص. شو عندك سلف يسار على باله بورش؟ السايد بريك. ها ها انت شوف السايد بريك مكانه وين؟
حلو حلو. هذا اي موديل؟ هذا 2013. روح زين والله. اوكي كان شعر غريب. حلو حلو. يا اخي غيرها عليها شفتر هو نفس الوكاله. حط اثنين حط اثنين. لحظه لحظه شو السالفه؟ اطلع من واحد حط اثنين ثقل شوي يمكن واحد وايد صغير. ايه هي كذي مشيتها الطبيعيه تحس ان في شيء غلط يعني على ما توصل دوام مرجع انت. انت ايش كاميرا كلها على وجهي انت ترى ما تنفع حق القناه تصدق؟ رد علي برجع انا العين. شباب احنا الحين بديفندر هذا اللي يسمونه ديفندر 90 طب واحد يتاكد اذا غير صحر اي غريب الغير. حلو احنا الحين طبعا هذا المسار يعني كم فيه 400 متر تقريبا يعني 400 متر وصلنا 60 لحد الحين ما عدينا وصلنا 60. انت حاطه وايد عقل لانه عادي وجهك بس طالع نظارات. الله العظيم حاطه وايد ولا لكن لا على المنافع. لا لا وايد وايد بلا والله. لا لا لازم رد علي. انا قاعد اصدع هذه بدايتها. حلو حلو ايوه اكس هذه ولا شنو ده؟ ليش شابك هذا شلون شابك هني؟ انت ليش وايد بضحكتك السياره؟ اتكلم صراحه اتكلم صراحه وياك طالعني اكرهها والله ما احب ديفندر والله. شوف شو تحطها غيار ثاني تحسها ورنا ورنا العزم ورنا العزم والله تدوس والله فيها ترى كسرة. حلو شوف هي مو وكالة عليها شوية تعديلات داون بايب فلتر هواء عليها شوية تعديلات فأنا توقعتها بصراحة تكون أضعف من كذي بوايد. أنا أمانة انصدمت من عزمها صدق صدق والله أنها صدمت ولا ما أدري لأن هي مربعة وايد والله أنا توقعتها أضعف من كذي بوايد. لحظة ورنا صفر. لحظة أنا ما أدري يا أخي الغيار الأول مالها غريب. روح أنت قاعد تضحك على الصوت اللي بالغير صح؟ يا حمور قاعد تفجج في خرخشة بس لا والله أنا توقعتها يعني الموديل هذا دائمين يقولون ما يمشي ما يمشي فالتعديلات البسيطة هذه. انزين هي كم حصان اصلا ستاندرد؟ هي وكالة 120 حصان تقريبا 120 حصان تورك كم؟ 360 تقريبا 360 يعني مو اكيد 100% بس كذي يعني الارقام. يقول ان الجراج اللي عدل لهم اياها شوي ايه اعتقد برمجها بعد قال لهم يعني هي الحين 190 حصان تقريبا فزين يعني عليها زين ترى سيارة نظيفة ما شاء الله ماشية 72 بس 72؟ اي والله ما شاء الله والله مو ثقيله السياره ترى المشي ما شاء الله حلوه بس يعني تحسها الهرن مالها صح وينه؟ هني طال هرن وينه؟ حلو حلو انت لازم يعطون الكورس قبل لا تاخذ سياره والله بصراحه ما لي خلق احضرك انت علي العاده اللي حضر ترى فانت شوف دخلت وياي مو محضر مشتاق لك علي لا بس يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 2013 حتى هذه ما تنباع بالزينه. شوف انا بصراحه يعني بغض النظر عن السكان وايد عود بس عجبتني بصراحه يعني انت تحب السيارات هذه يا عمو. انا احب السيارات البريطانيه القديمه. ايه عشان امك بريطانيه قاعد تقول كذي ها والله الولاء والله بصراحه يعني ما ادري فيها روح سياره روح غريبه هي سواقتها مو حلوه مو مريحه صوت الماكينه غريب كنا خلاط بس ان شاء الله طالع الصوت وانا تاكسي بس السياره يعني فيها يعني شيء سبيشل بصراحه لما تركبها تحس فيها شيء سبيشل. شنو السبيشل؟ ما ادري تحس انك شيء بالريف البريطاني شيء او اسكتلندا. والله العظيم عشان امه بريطانيه قاعد يقول كذي والله يمكن عشان شيء ما ادري والله بس فيها شيء خاص يعني نوستالجيا يردك لورا ها ايه الحين تعال نروح هناك يلا راح تشوف شغلات اغرب الى الرانجلر الى الرانجلر يلا يلا وقف التصوير وين 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 مسكت الباب وقف التصوير
هلا برانجلر. هلا هلا. طبعا شوف الحزام تحس اني داش رالي. مسكته انا بس مثل ما قلت لك داخلي احترقت فصار كل شيء يعني شغل تعديل وهذا وبعدين توهقت حسيت كل اللي سويته مو عملي. الله الله هذه يدت الباب ذكرتني بايام الوالده كان عندها شروكي ليمتد سبورت. شروك الوالده؟ شروك الوالده ورب الكعبه والله كان احمر رنقاته ذهبيه ليمتد كان ينزل هذا شلون يتبطل؟ قلت لك ما راح تعرف تربط الحزام وانت قاعد تسوي انت شنو قطار موت بس من تحت؟ واكب الجندول ها؟ وايد وايد اوفر الموضوع هليكوبتر حجي سوق سوق عطني روح روح تبي تموت بروحك ها؟ ايش دعوه انت رانجلر بتدعم هذا بيحميك؟ رانجلر هو الموضوع كله اصلا اخر شيء سرعه 80 ها؟ شو بعد انت يعني اي واحد تحسه على قولتك مو سيفلايزد اكثر احسد سلام هذا طرب اكثر بوايد من هذاك يونس هذا حجي هذا معدل بس لما يجيك وكالة اسمع صوته بعد عداده خربان ولا صدق لا شنو والله لا شعور 120 قاعد والله العظيم شعور 120 قاعد 60 بس غلطي نفس السالفه بس هذا انت قاعد تسمع صوته معدل بس اسمع صوته وكالة هم ترى سيء وتعبان وغثيث يعني اي بس طرب طرب هذا معود هذا على الاقل لو تركب لك زوز ولا تركب له شيء ماكينته بنزين صوته حلو شويه شوف هذا قابل للتعديل اكثر تعديلاته تقدر تعدل الشارع الزينه وتقدر تعدل طلبيات من امريكا شغل بروفيشنال ومحترم الكاميرا قاعد طالع فوق ترى ف يعني هذا قابل للتعديل بسعر رخيص او بسعر غالي عندك وايد اوبشنز صحيح الديفندر لا الديفندر اساسا اغلى وهالموديل صار غالي هذا كل مكان تحصل لك يعني حتى التعديلات مالته مو رخيصه غاليه صحيح فيعني بصراحه هذاك يعني شوي اضرب مو شوي اضرب اضرب وايد وهذاك عشان يمشي يبدلون ماكينته ما يخلونها اي اضرب فهذه لا هذه يعني تقدر هذا الحين شنو شنو ماكينتها وكاله وكاله شنو عليها عليها فلتر هواء وهدرز واكزوز يجار كامل وعيار حلو 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 خلينا نشوف تسارعها تسارعها ترى مو اللي بالك الصوت فراري او مش لاقوه بس سلام الغيار 100 ليلة لا لا والله اضربتني هذه حتى لو ما قاعد نمشي شيء بس والله الصوت بروحه بس في شيء ولا اسمع بس هذه وانا زدت ابو صراسك بيو جي ار والله ارجع على اللي سويته بس شوف بالبر لما تطق الدبل اللو ايه 600 حصان يصير حلو يعطيك احساس انه 600 كذي اخ ودي ادخلهم برا تصدق من تطق اللو تحس بفرق مهول بس كذي وكاله بوكاله لا السياره ضعيفه بس بتمشي تونس صوتها يونس يعني لا لا شيء ماشي عادي تونس كذي وترى بغض النظر عن بالتسارع بطيئة بس بالمشي العادي شايل عمرها شوف العداد شايل عمرها حيل الكرونات مالتها 410 فتشيل عمرها عادي انت مشغل تكييف ولا تنسيم هذا؟ هذا الاثنين مع بعض ما ادري وين قاعدين يا ولد سلام سلام رحنا رحنا الحين شوف احنا هو مفروض نجربهم بر صحيح بس بصراحه لا هذه ستوك ولا هذيك ستوك ما راح تكون مقارنه عاد احنا جايين نسولف اليوم صح وبس نقول انطباعنا عن السيارات اللي بهالموديل وشنو الشيء الاحلى حلو خلنا نسوي شيء مو منطقي خلنا نسوي دوسه قصدك دوسه ما لها داعي هذا الفقره اللي وقفناها فتره والحين بنردها بس لحظه في شيء انت ما ذكرته شنو يا جماعة تشغيل السيارة بصمة لا لا كان بصمة شلت كان بصمة كان بصمة والموضوع وشهرت السيارة بالبصمة هذا اللي شهر السيارة حلو لما اشتغلت بروحها ودعمت بالليل ان شاء الله الفيديو موجود عندك تحطه والله ان شاء الله موجود تكفى سلام هلا جيس شوف هذا
السيارة سويت دام هذا. أنا خلي بالليل هنا وشغل بروها بالليل بالليل ولا صباح أنا ما أعرف متى سوي شغل ورا بروها سوي دام هذا. ما أدري طول اللي جانا قرا شوف اللي هنا هذا. أوكي. أنا أجيب هذا هو ديش داخل هذا. السيارة مسكونة. الساعة 7:05 الصبح. يا شلون أخوي؟ حلو يلا دوسه ما لها داعي. هذه فقره راح نسويها الفتره الجايه اسمها دوسه ما لها داعي. سيارات ما لهم داعي يدوسون مع بعض يدوسون مع بعض راح ندوس فيهم. شو صاير 20 مسك صرحة ثلاثة. يبا بريطانيا موهني موهني امريكا ايه امريكا. واضح انك سعيد حق الرانجلر بس مو سعيد حق الديفندر. يولي الديفندر ما عبه ما عبه ما عبه. واضح انه عندك ذكريات مع الموضوع. ايش قصدك؟ سولف لي. لا لا افتح لي قلبك. لا لا حبيبي هذا لا ماضي شباب ربعنا كويتيين ربعنا قبل كانوا يسوقونه. وهذا من يسوقونه؟ هذا صار هبه هذا ما حد درى عنه ما حد كان يدري عنه والله العظيم ما حد كان يدري عنه لين هبوا فيه. شوف انا بما اني راعي رانجلر بما ان امك بريطانيه فانت راح تقول الديفندر احسن صح؟ راح اضطر اقول ان الرانجلر افضل والرانجلر طبعا هو الافضل. لا يعني شوف انا من اول ما طلعت ليسون عندي نفس الموديل 2006 بس هذا 2005 بعدين هم عندي رانجلرين جي ال وهذا واي جي يعني مليون رانجلر بس اشوف ان هذا مميز اكثر صراحه. هم بريطانيه عشان كذا لين مسكت بهالسالفه. يعني الحين انا بسالك سؤال. انت الحين خذيت ديفندر حلو؟ وعندك رانجلر اذا جيت بتعدل راح تعدل على اي سياره؟ قول الصدق الرانجلر. الرانجلر بس انا ما احب التعديل ترى. منو ما يحب التعديل؟ وراهم خي يشوفون خي يشوفون خي يشوفون. تدري اني ما احب كذي؟ ليش مسوي عيل كذي؟ حق اليوتيوب محتوى بس. اوكي والله صدق ان انا احب ستوك ترى. اوكي يعني انا هذا افضله لو كان وكاله. يعني محتوى وبعدين توهقت فيه صار مو عملي الموضوع. زين قطعه غياره؟ قطع غير هذا اسهل. أوكي. اعتماديه هذا افضل. أوكي. يعني من الديفندر. سيرفسه هذا ما يحتاج سيرفس انت بالبيت تعلم شغاله هذا اذا طوفت سيرفس الفلتر هذا لا شنو سياره تيربو هذا كله. فشوف يعني هذا تفتح مسلسل ذا كراون تشوف الامير فيليب قاعد يتمشى فيه رايح عشان قلت لي عشان ما اشوفه عشان يصيد. هذا تفتح بابلو اسكوبار. احسنت اي كذي اسولف وياك كولومبيا وطلع نعم نعم هذا كلهم انحاشوا منه يوم انحاش ركض مات. ولا جراسيك بارك لا انت طول وقتك انحاش بسياره يوم انحاش ركض مات فمعناته الرانجلر شنو؟ منقذ تخيل لو هذا ولاحقينه بهذا تخيل انت يعني شفت الدوسه واضح شنو بيصير بابلو. بابلو راح يصاد من اول حلقه ما ادري هذا حتى بسفاري ما موسم واحد ليمتد سيريس ثلاث حلقات. لا لا شوف شوف هذا والله له كاريزما. انا اشوف ان هذه السياره لها كاريزما لها شخصيه يعني احس هيرتج اكثر يعني طبعا امك بريطانيه لا والله لها شخصيه احس هذه تحس سياره بار سياره وناس سياره تقحص تحس انك تحب تكسرها ما تعرف تحترمها. زين تعال شغله واحده الفتحات هذه موجهه لقدام عشان يدخلون هواء بارد صح؟ اي صح؟ هذا معناته ان السياره ما تمشي فعشان تحتاج تهويه زياده صح؟
لان كل سياراته وياتهم لي برا تبرد على الماكينه، مو تدخل هواء على الماكينه. زين اخاف هذه مو وكاله اصلا وراح يطلع شكلك غبي. انا ناسي بصراحه والله والله العظيم. زين زين من الاخر زين موضوع انه بيسك وكذي انت تحس عيبه، انا احس لا يونس الموضوع طالع بصراحه طالع طالع تشوف الهيرن وين تكفى السكان ايش كبره ما ادري هالامور. انا يعني السيارات اللي تكون كذي بيسك وايد استانس عليها ما ادري ليش. وراهم السايد وين؟ السايد السايد لا السايد تحسها فلوري بس صراحه. السايد تحسها فلوري بس ما ادري السيارات هذه اللي ما فيها مواصفات البيسك استانس عليها نفس التويوتا ال سي. حتى هذا حتى هذا بيسك ما له مواصفات ترى، مو من زي مواصفاته هذا، بس ان هذا كذيش هذا تستعمله تلعن خيره قطع غيار بكل مكان، ما عندك اي مشكله تدش بر بحر اقلص اطمر سوي اللي تبيه. هذا تعطس تشب تشيك انجن رانجلر كم سعره قبل ايامه؟ وكاله هذا كان ب 6 الا حلو كم سعره؟ هذا ما ادري كان كنا 15 او شيء قرض تسهيلات لازم تروح توقع عشان تاخذه. يعني هذا عن ثلاثه من هذا شنو هذا؟ هذا عيدين تجمع تاخذه تمام صح. فمن الاخر انزين سيرفس هذا يعني بنشرتي ما تودي وكالة. ما تودي وكاله وكاله ما عمرهم شافوا رانجلر رد اصلا هالموديل. يروح وما يرجع ها؟ اي والله. نهايه الحكي انا رانجلر ترى احنا الموضوعنا صدق ما كان مقارنه اصلا. انا رانجلر ولا مقارنه احنا كنا بنسولف عن السيارات اللي يعني اخر السيارات اللي يعني صح. كانت وايد افرود وكذي صح. عموما سيارتين حلوين. انا احب كاريزما الديفندر. الرانجلر يعني حق الشيطانة احب الشيطانة. في ونس بالافرود هذا الشباب يصورون فيه افرود، هذا يصورون فيه دعايات، يصورون فيه ذا كراون. نهايه الكلام خلاص. احنا اليوم كانت الحلقة نشوف العبيدي ينفع بديل حق علي ولا ما ينفع. نشوفكم السنة الجاية ان شاء الله. علي انت ايش رايك في علي؟ علي حبيب قلبي. علي احبه والله، الله يعينه. لا ان شاء الله يرجع والله، يرجع ان شاء الله والله العظيم ان شاء الله يرجع. فكنا من هالسالفة هاي كلها. يا مغطي مكانه مكتوب. لا ان شاء الله يرجع ان شاء الله يرجع والله، الله يحفظه ان شاء الله يرجع. خلاص نقنع نحاول نقنعه يرجع. ونشوفكم على خير بالحلقات الثانيه. وهذه حلقه عباره عن سوالف، يعني لا تتوقعون يعني بنسوي لكم اختبارات الدنيا عليهم، بس شيء سوالف بس يعني سوالف. نشوفكم على خير.